السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. اليوم معاكم الأستاذ مساعد الدكتور مثنى علي خليل، أستاذ في كلية طب الأنظار. أهلا وسهلا بكم. اليوم راح نحكي لكم عن مقدمة عن الفيروسات. الحقيقة الفيروس أبسط تعريف له هو أوليجيت إنتراسيل باراسايت إنفكت إفري ليفينج سيلز إنكلود هيومان أنيمالز أند بلانت اند فانجس اند بكتيريا. اذا اكو الفيروس هو عباره عن كائن حي ما يقدر يتكاثر نهائيا الا داخل الخليه الحيه، يعني ما يقدر يتكاثر خارج الخليه الحيه. ممكن ان يعيش لفتره معينه بدون تكاثر على الاسطح على اماكن مختلفه، لكن بدون قدره على التكاثر. هذا الفيروس يصيب بشكل عام البشر، يصيب النباتات، يصيب الحيوانات المختلفة، وأكو أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان. أكو فيروسات تصيب الحشرات، أكو فيروسات تصيب الفطريات، وأكو فيروسات تصيب البكتيريا. هاي الفيروسات تصيب البكتيريا يسموها البكتيريوفيج. حقيقة الفيروس ضمن التقسيم العام يقع ضمن عائلة اسمها السفكس فيريدي، والجينس اللي هو يتبع الفيروسات هو السفكس فيروس. احنا نحب بالبداية نعرفكم شنو هي اهم الفروقات اللي موجودة بين الفيروس والبكتيريا، انه difference between viruses and bacteria. اولا بالنسبة لحجم الفيروس يتراوح بين 10 الى 300 نانومتر، بينما حجم البكتيريا اكثر من 1000 نانومتر. اذا لاحظوا الفرق الكبير بالحجم بين حجم الفيروس وحجم البكتيريا. لذلك الفيروس يراد لمجهر الكتروني حتى نشوفه، بينما البكتيريا ممكن بالمجهر العادي نشوفه. ثانيا انه بالنسبه للجينوم، الفيروسات يئم الماده الوراثيه اللي هي تقع ضمن الكور بالنسبه للفيروس، يا اما تكون دي ان اي او ار ان اي، نوت بوث اوف ذيم. يعني لذلك نشوف انه قسم الفيروسات هي دي ان اي فيروسز مثل هيباتيتس بي فيروس، بينما قسم الفيروسات مثل هيباتيتس اي فيروس هو ار ان اي فيروسز، وهكذا بالنسبة لبقية الفيروسات. بينما في حالة البكتيريا نجد أن المادة الوراثية أو الخلية البكتيرية تحتوي على الدي إن إي، واللي هو يكون موجود داخل النيوكليوس في حالة البكتيريا، والآر إن إي. هناك أنواع مختلفة من الآر إن إي اللي هي رايبوزومال آر إن إي، ترانسفيرس آر إن إي، وميسنجر آر إن إي، وهكذا. المولتيبليكيشن مثل ما ذكرنا أنه الفيروس ديبيند توتالي أون ذا ليفينج سيل فور إتس ريبليكيشن، يعني الفيروس ما يقدر يتكاثر خارج الخليه الحيه، ممكن ان يعيش لكن ما يقدر يتكاثر. بينما البكتيريا عن الانقسام تتكاثر عن طريق الباينري فيجن. الرايبوسوم يكون ما موجود بالفيروسات، لا الرايبوسوم ولا الاندوبلازميك ريتيكولوم ولا يكونون ما موجودين في الفيروسات، سواء كان الاندوبلازميك ريتيكولوم او الرايبوسوم او غيرها من المكونات الاورجانيز، بينما هذه تكون موجوده في البكتيريا. وكذلك بالنسبه للسيل وول غير موجود في الفيروس لكنه يكون موجود في البكتيريا. طبعا لانه ما موجود السيل وول، لانه ما موجود الرايبوسوم، لانه ما موجود الاماكن اللي تشتغل عليها الانتي بايوتيك، لذلك بالنسبه للفيروس سنس يعني بالنسبه للسنسيتيفيتي للانتي بايوتيك، الفيروس نو سنسيتيف تو انتي بايوتيك، لانه ما موجود لا سيل وول موجود به، لا سيل ممبرين ولا رايبوسوم حتى يشتغل عليها هاي الانتي بايوتيك. مثل ما معروف انه الميكانيزم اوف اكشن اوف انتي بايوتيك تشتغل على 3-4 اماكن داخل البكتيريا، بينما هذه الانتي بايوتيك تاثر او ممكن ان تقتل البكتيريا. لذلك الفيروس لها ادويه خاصه يسمى بالانتي فايرال كيموثيرابيوتيك ايجنت. طبعا الفيروس مثل ما ذكرنا انه على الارتفيشال كلتشر ميديا كان يكون مكونكي بريليانت جرين غيرها، الفيروس ما ينمو عليها، لكن البكتيريا ممكن ان تنمو على هذه الاوساط الزرعيه. بالنسبه للستركشر اوف ذا فيروسز، حقيقه احنا يعني نحاول ان نبسط الشرح بالنسبه لكم حتى تفهمون شنو هو الفيروس. كل الفيروسات بشكل عام متكونه من شيء مشترك بيناته، وهو انه متكونه من جزئين. جزء يسمى الكور اوف ذا فيروس اللي هو لب الفيروس اللي هو يحتوي على النيوكليك اسيد، يسمى بالكور اوف ذا فيروس اللي هو بشكل عام النيوكليك اسيد. كان يكون قلنا الفيروسات لو ار ان اي لو دي ان اي فيروسز،
ويحتوي على شيء داير ميدوره اللي هو يسمى بالكابسيد. اذا الفيروس متكون من الكور اوف ذا فيروس ومتكون من الكابسيد او الكبسوله اللي تحيط به. بالنسبه للكور اوف ذا فيروس قلنا الفيروسات بشكل عام يا اما دي ان اي فيروسز يا اما ار ان اي فيروس. اذا قسم الفيروسات اللي مو ميديكال امبورتنت فيروسز هي يا اما ار ان اي او دي ان اي فيروسز. بالنسبه نجي على اول شيء بالنسبه للدي ان اي فيروسز. الدي ان اي فيروسز انه ايضا هناك كلاسيفيكيشن قسم من الماده الوراثيه الدي ان اي ممكن تكون دبل ستراند لينير ممكن تكون هنا دبل ستراند لينير دي ان اي. مثال على ذلك فيروسات الادينو فيروس دبل ستراند دي ان اي مثل فيروسات الادينو فيروس وممكن تكون سيركلر دي ان اي مثل هيباتايتس بي فيروس وكذلك الهيومن بابيلومو فيروس. ممكن الدي ان اي بعض الفيروسات ميديكال امبورتنت هو سنجل بوزيتيف ستراند دي ان اي سنجل بوزيتيف ستراند. طبعا معروف ان الفيروسات بشكل عام هي دبل ستراند كان يكون دبل ستراند سيركلر او دبل ستراند لينير. لكن اكو فيروس مثل فيروس البارفو فيروس هو سنجل ستراند دي ان اي. طبعا هذه حاله فرديه انه يكون الفيروس دي ان اي. اكو قسم الفيروسات ميديكال امبورتنت سنجل ستراند بس قليله. بشكل عام فيروسات الدي ان اي فيروسات هي دبل ستراند. طبعا قسم من الدبل ستراند دي ان اي قسم منها بين السنجل ستراند قسم منها دبل ستراند. اذا فيروسات دي ان اي يا اما دبل ستراند او سنجل ستراند هاي معروفه. واذا كان دبل ستراند ممكن دبل ستراند راح نضرب امثله عليها اللي هو الدبل ستراند لينير اللي هو مثل ما قلنا انه الادينو فيروس والهربس بريدي او الهربس فيروس كان يكون سايتو كان يكون سايتو ميغالو فيروس كبشتان بار فيروس وغيرها راح نحكي عنه. او ممكن يكون سيركولر مثل هيباتايتس بي فيروس او الهيومن بابيلوما فيروس. القسم الفيروسات لا هي بالاصل ار ان اي فيروسز. بشكل عام فيروسات الار ان اي فيروسز هي سنجل ستراند ار ان اي لكن قسم من الفيروسات هي دبل ستراند ار ان اي. بشكل عام الفيروسات هي سنجل ستراند الار ان اي لكن قسم الفيروسات ميديكال امبورتنت هي دبل ستراند ار ان اي. بعضها مو بس دبل ستراند ار ان اي مثل عائله الانفلونزا فيروسز هي دبل ستراند وسيجمنتد. عفوا مثل عائله البنيه البريدي هي دبل ستراند وسيجمنتد. وقسم من الفيروسات مثل فيروس فيروسات فيروسات الانفلونزا فيروس هي سنجل ستراند لكن شو تكون هنا تكون سيجمنتد 8 سيجمنت. طبعا الفيروسات السنجل ستراند البولاريتي مالته القطبيه مالته ممكن نقول عليها سنجل بوزيتيف ستراند ار ان اي مثال حاله البيكورنا فيريدي اللي انتمى لها فيروس الاطفال اللي هو البوليو فيروس فيروس البوليو شلفال او راي او كوكساكي اي كوكساكي بي فيروس ايكو اللي هو الانتروسايتوباثوجينيك اورفن وغيرها كاليسي ايضا هي سنجل بوزيتيف ستراند ار ان اي. بس طبعا شنو نقصد به سنجل بوزيتيف يعني السيكونس مال الماسنجر ار ان اي نفس السيكونس عفوا نفس السيكونس مال المسنجر ار ان اي. بينما قسم من الفيروسات هي سنجل ستراند البولاريتي مالته هو اوبوزيت تو ذا سيكونس. يعني اذا هو مثلا خلينا نقول جوانين هنا اذا كان جوانين هنا راح يكون المقابل له هو جوانين المقابل له سايتوس يعني العكس مالته يكون سايتو. اذا اوبوزيت سيكونس اوف فيرال مسنجر ار ان اي. بالنسبه مثل ما ذكرنا انه بالنسبه للكابسيد بالنسبه للفيروس اللي هو داير ما يدور هذا النيوكليك اسيد شنو اهميته ونحكي على الستركشر مالته الى اهميتين. اولا هو سراوندنج ذا نيوكليك اسيد تو بروتكت اوف ذا نيوكليك اسيد من الهوست سيل انزيم اللي هو النيوكليز انزيم. اضافه الى انه على الكابسيد موجود على سطح الكابسيد يسمى بالسيرفيس جلايكوبروتين سبايك اللي هو الأشواك الموجودة على سطح الكابسيد responsible for attachment of the virus to the specific receptor on the host cell. إذن على سطح الكابسيد موجود سيرفيس جلايكوبروتين سبايك هذه مسؤول هاي الأشواك مسؤولة attachment على specific receptor on the host cell. طبعا شنو مكونات اضافه اذا وظيفتين وظيفه حمايه البروتكشن وظيفه اخرى انه فور اتاتشمنت اوف ذا فيروس تو ذا سبيسيفيك ريجن موجود عليه الهاي سبايك المسؤوله او الاشواك المسؤوله على التصاق الفيروس مع سطح الخليه. طبعا مكونات هذا الكابسيد هو جاست بروتين كوت مجرد غلاف بروتيني سراوندنج ذا نيوكليك اسيد اور شيل. طبعا من ايش بتكون هذا البروتين
من composed of mainly morphological unit الكابسومر. إذا الطابوق اللي يتكون من هذه الكوت الغلاف هو عبارة عن الوحدات البنائية لهذا الغلاف هو يسموها بالكابسومير. إذا هذا الكابسومير هي اللي يتكون هذا الكابسل اللي هو surrounding of the nucleic acid هاي الوحدات البنائية. ممكن أن تكون هذا الكابسومير متكون من single protein أو ممكن تكون متكون من several protein. صار عندنا إنه بالنسبة للفيروس إنه عندنا نيوكليك أسيد بالداخل surrounding by كابسل. كابسل surrounding by كابسل. طبعاً هنا الفيروسات الحد هنا تتوقف قسم منها الحد هنا إنه مجرد نيوكليك أسيد surrounding by كابسل. قد يكون هذا نيوكليك أسيد RNA بدأنا وشفتوا الكلاسيفيكيشن بالنسبة للفيروسات حسب نوع النيوكليك أسيد الموجود بها. طبعاً قسم هناك تصنيف آخر قسم الفيروسات ما تبتلى غلاف دهني يحيط بهذا الكابسل نسميها نيكت أو نان إنفلوب فيروس. إذا قسم الفيروسات ما تمتلك غلاف دهني اللي هو الفيرال إنفلوب سراوندد ذا كابسل أو ذا فيروس ما تمتلك، لذلك هاي نسميها الفيروسات غير مغلفة مثل فيروس الكورونا فيروس اللي هو فيروسات البوليو كوكساكي أي كوكساكي بي هيباتيتس أي فيروس هيباتيتس دي فيروس وهكذا. اكو قسم الفيروسات لا تمتلك غلاف دهني داير ما يدور هذا الكابسل تمتلك غلاف دهني داير ما يدور هذا الكابسل. هذا الانفلوب اللي هو سراوندينج ذا نيوكليك اسيد متكون من ليبيد بايلير. هذا الليبيد بايلير هو بالاصل مالته هو مو يعني الفيروس ما يمتلك كود او شفره لصناعه هذا الليبيد بايلير، وانما هذا الكابسل يكتسب الفيروس بالمرحله النهائيه من التكاثر يعني اثناء خروج الفيروس من داخل الخليه الى الخارج اللي هو بطريقه البادنج تبرهم، فراح يكتسب هذا الغلاف الفيروس الغلاف مالته ياخذ من البلازما ممبرين اوف ذا هوست سيل بلازما ممبرين اوف ذا هوست سيل للخليه اللي يتكاثر بها. طبعا هنا فيصير عندنا فيروسات مغلفه فيروسات غير مغلفه. طبعا هنا يعني شرح شويه موسع اكثر. قسم الفيروسات قلنا بسيطه كلش مجرد انه نيوكليك اسيد سراوندينج باي كابسل، وهاي امثله كثيره على هاي البروتينات تكون بهذا الشكل نيوكليك اسيد. كان يكون نيوكليك اسيد هذا ار ان اي او دي ان اي، كان يكون سنجل ستراند او دبل ستراند، كان يكون سيجمنتد نور سيجمنتد وهكذا، وامثله كثيره على هاي الفيروسات. قسم الفيروسات لا شويه اكثر تطورا اكثر تعقيدا انه اكو عندنا نيوكليك اسيد احنا عندنا نيوكليك اسيد surrounding by capsid ورا الكابسيد انه ممكن تكون structural protein يعني مثلا هذه نيوكليك اسيد surrounding by capsid. اكو طبقه اخرى يسموها بالماتريكس بروتين يعني هنا structural protein، او ممكن تكون لا الفيروس هو ماكو يعني مجرد انه نيوكليك اسيد surrounding by نيوكليك اسيد بس يمتلك الفيروس non structural protein يعني الفيروس يمتلك بعض الانزيمات اللي هو required for replication and transcription. يعني شنو نقصد؟ انه قسم الفيروسات انه هي غير مغلفه بغلاف دهني مثل هذا، لكن تمتلك يا اما انزيم required for replication and transcription ويا النيوكليك اسيد ويا الكابسيد، او تمتلك ماتريكس بروتين طبقه داير ما يدور من داير ما يدور الكابسيد بهذا الشكل. قسم من الفيروسات لا نسميها الانفلوب فيروس، الانفلوب فيروس ذيك اللي هي ما تمتلك انفلوب فيروس نسميها نيكت المجردة أو الخالية من الغلاف الدهني. طبعاً إحنا الفيروسات المغلفة موجود بها نيوكليك أسيد، نيوكليك أسيد داير ما يدور كابسيد، داير ما يدور كابسيد، وداير ما يدور هذا الكابسيد ماتريكس لير، وفوق الماتريكس لير ليبيد باي لير. منين اكتسب الفيروس أثناء خروجه بطريقة تبرهم من الخلية؟ على سيرفيس جلايكوبروتين، على سيرفيس جلايكوبروتين موجود على هذا السيرفيس جلايكوبروتين سبايك. اذا اكو اشواك تعود الى الفيروس او شفره وراثيه خاصه بصناعه هذه الاشواك تكون موجوده على الليبيد بايلر. اذا الفيروس في حاله الفيروسات المغلفه تركيبه يكون بهذا الشكل بشكل عام جنرالي انه نيوكليك اسيد سراوندد باي كابسيد، طبعا ماتريكس لاير ريسبونسبل فور تنقل الفيروس قوه بشكل مناسب، اضافه الى غلاف دهني الفيروس اكتسبه من خلال اثناء خروجه من الخليه بطريقه البادينج، وعلى هذا السيرفيس جلايكو على هذا موجود اشواك السيرفيس جلايكو بروتين سبايك ريسبونسبل فور اتاشمنت. اذا هذا السيرفيس جلايكو بروتين في الفيروس غير مغلف
وين موجوده على الكامسد، بينما في حاله الفيروس المغلف هاي السيرفيس جلايكوبروتين اللي مسؤول عن اتاتشمنت اوف ذا فيروس، التصاق الفيروس بسطح الخليه اللي يستهدفها، موجوده على الغلاف الدهني. طبعا هنا نجي على موضوع اخر، انه اشكال الفيروسات. الفيروسات المهمه من الناحيه الطبيه توجد بثلاث اشكال رئيسيه. الفيروسات المهمه من الناحيه الطبيه تكون موجوده بثلاث سيمتري او ثلاث تناسقات او ثلاث اشكال لهذا الفيروس. الشكل الاول هو اللي يسمى بالشكل المعيني، اللي هو الشكل المكعب، اللي هو الايكوزوهيدرال او كيوبك سيمتري، تناسق معيني او تناسق كيوبك سيمتري، اللي هو يكون بهذا الشكل. نجد انه شو نقول شكل متعدد المثلثات او متعدد المكعبات بهذا الشكل الفيروس، بحيث انه كل فيروس مكون من 12 فيرتكس و 20 تراي انجلر سايد بهذا الشكل. هاي اشكال الفيروسات. طبعا هاي اشكال الفيروسات جدا مهمه بالنسبه لنا، في اذا رحنا نشوف انه شكل الفيروس هذا مهم، انه من نريد نباوع بالتشخيص بالمجهر الالكتروني، شكل الفيروس هو اللي يحدد ممكن انه يفيدنا في عمليه التشخيص. قسم من الفيروسات مثل فيروس ال فيروس ال البوكس فيروس هو كومبلكس سيمتري، يعني شكله كلش معقد، يشبه بالضبط شكل القنبلة اليدوية، يشبه بالضبط شكل القنبلة اليدوية. طبعا اكو شكل اخر للميديكال امبورتنت فيروسز اللي هو الهيليكال سيمتري. يعني الهيليكال سيمتري نقدر نوصفه مثل لولب او شكل لولبي او مثل السبرينج، وهذا السبرينج يعني يفتر بشكل لولبي. هذا خلينا نقول هذا شكل خلينا نقول التوباكو موزايك فيروس، انه شكل لولبي، وين ما يفتر الكابسيد تفتر ورا، وين ما يفتر الكابسيد تفتر ورا. مثلا هذا راح نشوفه من اشرح لكم على كل عائله فيروسيه على حده، راح نوضح لكم او نشوف لكم اشكال مختلفه لهذه الفيروسات، اللي هو شكله يكون بشكل لولب او شكل لولبي، وين ما يفتر الكابسيد او الكابسومير تحيط به. مثال على النوع الاول من الفيروسات اللي هو الهيليكال سيمتري، العفو الكوزوهيدرال او كيوبك سيمتري، هو فيروسات الهربس سيمبليك فيروس او فريدي اللي ينتمي لها فيروس مثل الهربس سيمبليك فيروس 1، فيروس 2، سايتوميغالي فيروس، والابشتام فيروس. وطبعا ايضا فيروسات الادينو فيروس، ايضا هذه الفيروسات هي فيروسات الادينوفيروس. الاختلاف بين هربس فيروس والادينوفيروس، صحيح اثنيناتهم هنا شكل كيوبك سيمتري، لكن يختلفون بالحجم عن بعضهم، اضافه الى الادينوفيروس يكون فيروس غير مغلف بغلاف دهني، في حين الهربس فيروس هو مغلف بغلاف دهني. طبعا المثال او الامثله على الهيليكال سيمتري، فيروسات الانفلونزا فيروس، سواء كانت انفلونزا تايب A، تايب B، تايب C، والبرا انفلونزا فيروس، سواء كانت هاي الفيروس ما مميزه بروبيلا، برا انفلونزا تايب 1 2 3 4. هسه شفتوا انه هاي الفيروسات موجوده بثلاث اشكال مهمه مختلفه عن بعض. طبعا الايفكت اوف فيزيكال اند كيميكال ايجنت، طبعا انه الفيروس ممكن ان يتحطم، الفيروس كان بي ديستروي باي، من خلال تعريضه للظروف الفيزيائيه والكيميائيه اللي راح نذكرها. طبعا هذا الموضوع هو الى اهميتين، اهميه انه كيف انه نسوي ستيرلايزيشن، او كيف انه نسوي تعقيم او نتخلص من الفيروس، او بالاتجاه الاخر انه كيف انه نقدر نحافظ على الفيروس. انه احنا مرات هدفنا مو نحطم الفيروس، وانما بالمختبر انه اني مثلا طالب ماجستير او دكتوراه او باحث، انه اني الفيروس اريد اعزله على تشو كلتشر، فلازم احافظ عليه، شنو هي درجات الحراره، شنو هو الظروف البيئيه اللي تخلين الفيروس انه ما يموت. هذا الفيروس نقدر نحافظ عليه، سواء كان لاغراض الزرع على التشو كلتشر، سواء لاغراض الدايجنوسيس، سواء لاغراض انه نريد نسوي من عنده لقاح او غير تجربه، فشنو الوسائل نحافظ عليه، او مثل ما قلنا انه كيف نحافظ. بشكل عام واحد من هاي الوسائل المهمه بالمحافظه على الفيروس او تحطيم الفيروس هو التمبريتشر. بشكل عام الفيروسات اللي هو الانفلوب فيروس، طبعا هاي تشبه انه الانفلوب فيروس از مور سنسيتيف للهيتنج، الانفلوب فيروس مقارنه بالانفلوب فيروس.
ليش مثلا احنا يعني هاي بالضبط يشبه انه شخص خلينا نقول سمين يعني موجود بدهون كثيره فكل شيء يتحسس الحراره. هنا ايضا الفيروسات نفس الشيء، الفيروس المحاط بغلاف دهني يكون اكثر حساسيه للحراره يعني تاثر عليه الحراره بعكس الفيروس غير المغلف. فلذلك الفيروسات المغلفه يرادها كلوس انتميت يعني ظروف مغلقه مثلا بلد ترانسفيوجن سيكشوال ترانسميتد اور اذر رود يعني كلوس انتميت ظروف مغلقه حتى تنتقل بعكس الفيروسات الغير مغلفه اللي هي المثال الاول فيروسات مغلفه هو فيروس الهيباتايتس بي في حين ان الفيروسات غير مغلفه مثل الهيباتايتس اي ممكن تكون عن طريق الفيكو اور رود يعني تكون تعيش موجوده بالماء بالاغذيه الملوثه لفترات طويله. ليش؟ لان ما تتاثر بالحراره وهكذا. طبعا الفيروس ممكن ان يتم تحطيمه او المحافظه عليه. احنا قلنا انه مرات نريد نحافظ على الفيروس ما تحطيمه، تحطيمه ممكن تحطيمه ب 60 درجه مئويه لمده 1 سكند، ب 37 درجه مئويه لمده 1 مينت. الفيروس يتحمل انه درجه حراره 20 انه يبقى يعيش خلينا نقول حتى السرفايفر هنا نحكي يبقى يعيش لمده ساعة واحدة ب 20 درجة مئوية. إذا أخذنا آيس بوكس ويانا 20 درجة ممكن أو العفو درجة حرارة 20 درجة مئوية ممكن نحافظ على الفيروس لمدة ساعة واحدة ما يموت. أو نخلي هذا النموذج مثلا اللي عندنا موجود به فيروس نيزل ووش أو غيره أو بلاد ممكن نخليه لمدة يوم واحد بالثلاجة من جوا يبقى الفيروس حتى لأنه أنا إذا تأخرت وأنا ما أقدر بعد الوقت راح علي ما أقدر بعد هذا فممكن أخليه اليوم الثاني درجة حرارة الثلاجة من جوا انه الفيروس يبقى عايش. او ممكن انه اني فترة طويلة اخليه لفترة طويلة نخليه بالفروزن سي او 2 او دراي ايس الدراي ايس او فروزن سي او 2 ماينس العفو هاي ماينس 20 لمدة ماينس 20 لمدة 1 يس. طبعا الظروف الاخرى اللي لها تأثير على الفيروس هو البي اتش. معروف انه الالكلينيتي والاسيديتي العاليه الالكلين البي اتش العالي اللي هو 13 14 12 10 ممكن انه الفيروس يتحطم. كذلك بالنسبه للالكلينيتي العفو الالكلينيتي هاي 13 12 14 والاسيديتي 1 2 3 ممكن ان الفيروس. لذلك انه الظروف المثاليه انه الفيروس لازم يكون متواجد بالنيوترال بي اتش حتى يبقى عايش. الليبيد سولفنت احنا نريد نحضر انه ليبيد سولفنت كان يكون هاي ليبيد سولفنت المساحيق الصابون وغيرها الكلوروفورم والايثر ممكن تحطم الفيروس. لذلك نشوف انه هسه وسائل تعقيم للفيروسات المغلفه غلاف دهني يقول لك انه انت ممكن تستخدم الماء والصابون او هاي المساحيق الايثر الكلوروفورم الخاصر هذا كافيه انه تحطم الغلاف الدهني للفيروس وبالتالي ممكن تحطم الفيروس بشكل عام. طبعا العامل الاخر انه كيف نحافظ على الفيروس لفتره طويله مثلا باللقاحات ممكن ان نضيف للقاحات از ريزيرفاتيف ماتيريال حتى نحافظ على الفيروس لفتره طويله ممكن نضيف لها الام جي سي ار 2 ام جي اس او 4 والان اي 2 اس او 4 حتى از ريزيرفاتيف حتى ما يموت الفيروس اللي موجود باللقاح نحافظ على الفيروس لفتره طويله من التاثيرات المختلفه. الراديشن احنا اذا موجودين جوا الهود ونريد نعقم هذا الهود اللي هو خاص بالتعقيم ممكن انه يكون موجود انه يو في لايت والاكس راي او هاي انرجي بارتيكل هذه مباشره تسوي ديستركشن نيوكليك اسيد وبالتالي انكتيفيشن اوف ذا فيروس. اضافه الى ذلك انه الفورمالديهايد انه احد وسائل تحضير اللقاحات الانكتيفيتد فايرال فاكسين اضافه 0.05% لمده 3 ايام من الفورمالديهايد هذا يسوي ديستركشن اوف النيوكليك اسيد لكن الانتيجينيسيتي يعني الفيروس بارتيكل يبقى مثل ما هو ريمين انتاكت. اذا فقط تحطم من هاي الطوبه اللي هي اسمها الفيروس تحطم فقط النيوكليك اسيد بقيه اجزاء هذه الطوبه اللي هي اسمها الفيروس انه تبقى مثل ما هي وبالتالي استميت برودكشن اوف انتيبودي عندما يتم اعطائها الى الجسم. طبعا الانتيبايوتيك مثل ما ذكرنا بالبدايه انه الانتيبايوتيك ما تاثر على الفيروس او ليس لان الفيروس ما موجود لا بي لا سيل وول لا سيل ممبرين وهكذا فلذلك ليس لها تاثير على الفيروس. طبعا الوسائل المعتمده بالكلاسيفيكيشن اوف ميديكالي امبورتنت فيروسز
انه نعتمد على الاشياء الاتيه في الكلاسيفيكيشن اوف ميديكالي امبورتنت فايروسز. اولا على المورفولوجي، نعتمد على المورفولوجي اللي هو شكل الفيروس قبل شويه او سيمتري اوف ذا فايروس، هل انه هذا الفيروس هو كيوبيك او ايكوزوهيدرال يعني شكله مكعب مثل ما ذكرنا، او هنا هيليكال سيمتري، او هنا شكله كومبلكس. السايز مال الفيروس، الفيروسات تختلف احجامها من 10 مثل ما ذكرنا الى 300 نانومتر، مثل البوكس 300 نانومتر، مثلا فيروسات الهربس بريدي 250 نانومتر وهكذا، بينما فيروسات نجد انه حجمها اصغر. كذلك النقطه الاخرى، هل انه الفيروس مغلف او اذا مغلف أبس يعني مغلف بغلاف دهني، بريزنت اور ابسنت اوف انفلوب، نقول انفلوب اور نان انفلوب. العامل الثاني اللي في الكلاسيفيكيشن نعتمد عليه الكلاسيفيكيشن أو فيروسز اللي تنتمي إلى عائلين اللي تشابه بالظروف، هو الفيزيكال ستابيلتي اند كيميكال ستابيلتي، قدرة الفيروس على مقاومة العوامل الكيميائية والفيزيائية. العامل الثالث اللي هو الفيروس جينوم بروبرتي، يعني شنو نوع النيوكليك أسيد موجود بهذا الفيروس، هل هو ار ان اي لو دي ان اي؟ إذا كان دي ان اي نعم وصلنا انه خلاص استبعدنا انه هذا الفيروس ليس ار ان اي، هل هو سنجل ستراند أو دبل ستراند؟ إذا كان هل هو لينير او سيركلر، يعني هل انه الماده الوراثيه لينير يعني بشكل خيطي او هنا دائري، فهاي تنطينا انطباع شنو هو نوع الفيروس او الكلاسيفيكيشن او فيروس. طبعا قسم الفيروسات لا هي اصلا ار ان اي فيروسز، فاذا كانت هي سنجل ستراند ار ان اي، هل هي نيجاتيف بولاريتي يعني الماده الخيطيه نيجاتيف بولاريتي يعني البولاريتي مالته اوبوزيت تو ماسنجر ار ان اي او بوزيتيف بولاريتي، هل هي سيجمنتد أو نون سيجمنتد، هل هي دبل ستراند أو سينجل ستراند. طبعا العامل الآخر نعتمد عليه بالتصنيف الرابع هو الفيروس بروتين بروبرتي، يعني شنو عدد البروتينات اللي موجودة على الفيروس. نجد أنه في حالة هيباتيتس دي فيروس عدد البروتينات هو واحد اللي هو الهيباتيتس دي فيروس، في حين في فيروسات أخرى مثل الإنفلونزا فيروس عدد البروتينات هو 8 بروتينات، في فيروسات مثلا البراميكزوفاليد عدد البروتينات 6 الى 7 بروتينات وهكذا. هل هذه البروتينات هي ستراكشرال يعني تساهم بالبيلدينج اوف ذا فيروس او هي انزايم يعني نفس ستراكشر انزايم، مثل ايش؟ مثل فيروس روتا فيروس، الفيروس روتا فيروس متكون من 12 ستراكشرال بروتين و 6 من عندهم هي ستراكشرال بروتين و 6 من عندهم نفس ستراكشرال بروتين، يعني شنو نقصد بها انزايم. طبعا سيكونس اوف امينو اسيد. العامل الخامس اللي نعتمد عليه بالكلاسيفيكيشن هو الجينوم اورجنايزيشن اند ريبليكيشن اوف ذا فيروس، يعني مسار الفيروس داخل الخليه، مسار الفيروس او تكاثر الفيروس داخل الخليه، يعني هسه كل فيروس له مسار في التكاثر، هل انه في التكاثر يعني بالضبط انه الفيروس الاتاتشمنت مالته ورا الاتاتشمنت انه ستيج اوف انكوتينج، هل انه الفيروس يتكاثر في السيتوبلازم او بالنواه، اذا راح للنواه شو يسوي، اذا بالها، اذا كل هاي العوامل محسوبه في الكلاسيفيكيشن اوف التشابه بين الفيروسات. عامل مهم في تصنيف الفيروسات انه ضمن اي فاميلي. العامل الاخر هو الانتيجينيك بريبليشن، مثل ما معروف او الانتيجينيك بروبرتي، انه كل فيروس موجود عليه سيرفس جلايكوبروتين سبايك، وهذه البروتين اكيد اكو سيكونس مال امينو اسيد، هذا السيكونس مال الامينو اسيد يحدد الانتيجينيتي اوف ذا فيروس، فهذا جدا مهم انه بالكلاسيفيكيشن اوف ذا فيروس. العامل الاخر هو البيولوجيكال بروبرتي، معروف الناتشرال هوست رينج، كم ناتشرال هوست رينج، يعني هل انه هذا الفيروس يصير فقط هيومن سبيسيفيك، يعني هل انه يصير فقط الانسان او انه زونوتيك ديزيز، انه يصيب الانسان والحيوان، يصيب الانسان والحيوان. العامل الاخر هل انه الفيروس اذا يصيب الحيوان هل انه فقط يدخل مثلا اذا دخل كان موجود بالامعاء، كان موجود بالامعاء، هل انه هذا الفيروس اللي موجود بالامعاء يغزي الانسجه يروح الى بقيه التشو او يغزي الانسجه، هذا مهم، او انه موجود في مكان محدد وهكذا. هاي كلها عوامل تلعب دور في الكلاسيفيكيشن اوف ميديكالي امبورتنت فيروس. نجي على الموضوع المهم جدا اللي هو بداية أو مدخل للفيروسات اللي تمنع من ناحية السريرية أو من ناحية الأمراض بالنسبة للبشر. نبدي أولا بتصنيف الفيروسات الـ classification of DNA viruses. طبعا الميديكال important
الدي ان اي فايروسز هنا تكون موجوده بشكلين او تناسقين، يا اما هي كومبلكس او ايكوزوهيدرا، يعني ما موجود هاي الفيروسات المهمه من الناحيه الطبيه، ما موجود الهيليكال سيمتري، اما يكون كومبلكس مثل على ذلك هاي البوكس فريدي اللي من ضمنها فيروس سمول بوكس المسبب لمرض الجدري في البشر، او مولسكم كونج او الفاكسينيا فيروس وغيرها. طبعا النوع الاخر من الشكل الاخر موجود بالدي ان اي فيروسز هو الايكوزوهيدرال، يعني الشكل الكيوبك سيمتري، الشكل المكعب. طبعا هذه الفيروسات نجي هل هي نيكت فيروسز، قسم منها نيكت فيروسز وقسم منها يعني نيكت يعني بدون غلاف ذهني، وراح نضرب امثله عليها، وقسم منها انفلوب فيروسز. النيكت فيروسز نجي ندخل اكثر، اذا هي فيروسات ليست معقدة وإنما إيكوزوهيدرا، نجي نبحث عن عامل آخر، هذا الفيروس اللي بدنا نشوفه هل هو نيكت فيروس أو انفلوب. إذا كان نيكت فيروس، هذا هل هو نبحث ندخل إلى الكور مالته، هل هو سنجل سترانت أو دبل سترانت، الميديكال امبورتنت فيروس اللي يهمنا أكثر بالمجال الطبي الوحيد السنجل سترانت بالمجموعة اللي إحنا هنا سماح بها، هو فيروس اللي فيروس البارفا فاليدي اللي هو يسبب حالة مرضية يسمى بالهريديميا انفكشيوزم أو فيث ديزيز، يسمى بالفيث ديزيز، يعني مرض جلدي منتشر أكثر شيء بالأطفال سبب البارفا فيروس. حجم الفيروس هو 26 إلى 18 إلى 26 نانومتر. قسم من الأكثر غالبية العظمى من النيكت فيروس هي عبارة عن دبل ستران دي ان اي، فالدبل ستران دي ان هل انه هذا الدبل ستران دي ان الماده الوراثيه يعني خلينا نقول لينير بشكل خيط او سيركلر. مثال على الدبل ستران لينير هو الادينو فيروس او الهيربس فيروس. الادينو فيروس اللي هو حجمه 10 الى 100 اللي حجمه تقريبا 110 80 الى 110 80 الى 110 نانومتر. وكذلك مثال آخر أو العفو خل نبقى أو هذا الفيروس اللي هو الأدينو فيروس. مثال آخر هو دبل ستران سيركولر هو الهيومن بابيلوما فيروس. إذا من نجي أقول يعني الشرح أقول لك وصف لي فيروس الأدينو، تقول فيروس الأدينو عبارة عن فيروس دبل ستران دي إن إي الخير مادة الوراثية لينيا، وهذا الفيروس هو من انفلوب، وهذا الفيروس هو عبارة عن شكله إيكوزوهيدرال و هو دي ان اي فيروس تبدي منه او منه. اذا نقول دي ان اي فيروس عباره عن ايكوزوهيدرال شكله مكعب، دبل ستراند دي ان اي نعم، ولينير الماده الوراثيه ما تخيط الشكل، او انه وصف لي فيروس الهيومن بابيلوما فيروس اللي يسبب البابيلوما سواء كان بناين او مالجنت بابيلوما منتشره او مالجنت وارت او كانسر موجوده بالصيب البشر، فتقول لي انه هذا الفيروس هو عباره عن دي ان اي شكله السيمتري مالته ايكوزوهيدرال، فهذا الفيروس هو نن انفلوب نيكت فيروس والماده الوراثيه هي سيركلر. النوع الاخر من الدي ان اي فيروسز هو الانفلوب فيروسز. هذه هل انه هذا الانفلوب فيروس، هنا بالانفلوب فيروسز ما موجود عندنا فيروسات سنجل ستران، بشكل عام هي دبل ستران. هل هو دبل ستران لينير؟ مثال عليه هو الهيربس فريدي اللي من ضمنها فيروسات السيتوميغالي فيروس، ابيشتاين بار فيروس، والبرزيلا زوستر فيروس، والهيربس سيمبلكس فيروس 1 فيروس 2. بالنسبه قد تكون الماده دبل ستران سيركولار، مثال على ذلك عائله الهبادنا فريدي اللي من ضمنها فيروس الهيباتيتس بي. اذا اجي من اقول لك انه فيروس الهيباتيتس بي وصف لي اياه، تقول انه هذا فيروس الهيباتيتس بي هو عباره عن دي ان اي فيروس، نعم. هذا الفيروس يقول لي شكله ايكوزوهيدرال، نعم. هذا الفيروس يقول لي انفلوب، نعم. الماده الوراثيه شو تكون؟ تكون دبل ستراند سيركولر، دبل ستراند سيركولر، وهكذا. بينما اذا الاختلاف بين الفيروس الهربس فريدي اضافه الى الحجم، هاي حجمها 8 والادينو فيروس، انه هذول اثنيناتهم دي ان اي فيروس، بس هذا صحيح هذا لينير وهذا لينير، لكن هذا انفلوب وهذا نن انفلوب، وهكذا. بالنسبه لفيروسات الكلاسيفيكيشن اوف ار ان اي فيروسز نقسمها
إلى أربع تقسيمات، إما تكون إيكوزو هيدرال يعني شكلها بشكل عام هي كيوبك سيمتري مكعب متعدد الأوجه بالوصف اللي ذكرناه، أو إيكوزو هيدرال سيمتري يعني من الخارج مكعب ومن الداخل هيليكال لولبية ومن الخارج إيكوزو هيدرال مكعبة طبعا، أو هيليكال إيكوزو هيدرال من الداخل مكعبة ومن الخارج بتكون بالعكس، أو تكون هنا هيليكال هنا بشكل عام هيليكال. إذا إما إيكوزو هيدرال الRNA medical important viruses أو إيكوزوهيدرال هيليكال أو هيليكال إيكوزوهيدرال أو بيور تكون يعني شكلها هيليكال، هذه بالنسبة للتناسخ. نضرب أمثلة على كل نوع من هاي الأنواع. طبعا الإيكوزوهيدرال اللي شكل فيروسات الRNA اللي هي شكلها إيكوزوهيدرال مثل ما ذكرنا إنه نبدأ من الخارج، يا إما تكون مغلفة بغلاف دهني مثال على ذلك، أو مغلفة بغلاف دهني اللي هو الانفلوب فيروسز، او هنا تكون نيك فيروسز اما انفلوب او نيك. امثله على الانفلوب فيروس اللي هو سنجل بوزيتيف ستراند ار ان اي، اذا توغافيريدي من التوغافيريدي الامراض اللي تسببها عائله التوغافيريدي. امثله عليها فيروس الالفا فيروس، هذا فيروس يسمى الالفا فيروس يسبب الانسفلايتس، أو ما فيروس الروبي فيروس أيضا ينتمي للألفة فيروس يسبب الكونجنتال روبيلا سيندروم. بالنسبة لفيروس النيكت فيروسز أمثلة عليها إما تكون سينجل ستراند أو دبل ستراند، إذا شكلها إيكوزوهيدرال غير مغلفة بغلاف دهني، يا إما سينجل ستراند أو دبل ستراند. قلنا بشكل عام فيروسات الآر إن إي هي شنو تكون سينجل ستراند، بس أكو فيروس أو فيروسين يكون ممكن يكون دبل ستراند. مثال على ذلك فيروس الروتا او الريو فيروس، هذا السبب اكيوت جاسترونترايتس بالاطفال اللي هم عمر ليس دان 5 years old. طبعا مو بس دبل سترانج ار ان اي وانما سيجمنتد. من اقول لك وصف لي فيروس الروتا تقول لي هذا فيروس الروتا عباره عن دبل سترانج ار ان اي، مو بس دبل سترانج عباره عن دبل سترانج سيجمنتد ار ان اي. الفيروس اخر هو سنجل سترانج سنجل بوزيتيف سترانج ار ان اي، أمثلة عليها فيروس البيكورنا بريدي والأسترو بريدي والكليسي بريدي. إذا البيكورنا بريدي اللي هو من ضمنها فيروس مثلا البيكورنا بريدي اللي هي من ضمنها فيروسات أو جينس يسموه الانتيرو فيروس، مثال على ذلك البوليو فيروس والكوكساكي أي، البوليو فيروس والكوكساكي أي كوكساكي بي، والليكو اللي هو الانتروسيتوباثوجينيك أورفن، والراينو فيروس، وكذلك الانتيرو فيروس 72 اللي هو التهاب اللي هو الفيروس المسبب التهاب الكبد نوع A ينتمي إلى البيكورنا بريدي. إذا من أقول لك فيروس البوليو فيروس الأطفال أو التهاب الكبد فيروس نوع A وصف لي إياه، بتقول لي هو عبارة عن سينجل بوزيتيف سترانج شنو ار ان اي، سينجل بوزيتيف سترانج ار ان اي، تقول لي هذا الفيروس غير مغلف فيروس البوليو او فيروس الاطفال او انتيرو فيروس او انتيرو سايتوباثوجينيك اورفن او راينو فيروس كلها تنتمي الى عائله الكورونا بريد. مجموعه اخرى من فيروسات سينجل بوزيتيف سترانج ار ان اي ايضا شكلها إيكوزوهيدرال اخرى هي الاسترو بريدي. هذه الاسترو بريدي تسبب اكيوت جاسترونترايتس ان يونج تشيلدرن. طبعا الكليسي فيروس ايضا يسبب acute gastroenteritis in adult، اضافه الى انه ضمن هاي العائله اللي هو الكليسي بريدي الفيروس المسبب للالتهاب الكبد نوع دي ينتمي الى عائله الكليسي بريدي الكليسي بريدي هيباتيتس دي فيروس. اذا من اقول لك وصف لاي نوع من الفيروسات، طبعا هاي الفيروسات تختلف بالحجم عن بعضها، لكن هي بشكل عام المادة الوراثية single positive strand شنو ار ان اي، هاي الفيروسات غير مغلفة بغلاف دهني، لذلك تشوف هاي الفيروسات اكثر طرق انتقالها تكون عن طريق لانه غير حساس الحرارة عن طريق الماء والغذاء الملوث. النوع الاخر من التناسقات هو الإيكوزوهيدرال، يعني تكون من الخارج مكعبة ومن الداخل لولبية. هذه الفيروسات بشكل عام هي الانفلوب فيروسز، الانفلوب فيروسز سنجل بوزيتيف سترانج، مثال عليها عائلة الفلافي بريدي، مثال عليها عائلة الفلافي بريدي.
الفلافي بريدي طبعا تضم هاي العائله مجموعه كبيره من الفيروسات، من ضمن هاي الفيروسات فيروس الهيباتيتس سي فيروس، اذا قلنا فيروس الهيباتيتس دي ينتمي الى هاي العائله، فيروس الهيباتيتس سي ينتمي الى هاي العائله، اذا نشوف الفرق بين هاي العائله وهاي العائله، واضافه الى ذلك فيروس ينتمي الى عائله فيروس اليلو فيفر فيروس، يلو فيفر فيروس، يلو فيفر فيروس والويست نايل فيروس، اضافه الى دينجو هيموراجيك فيفر والزيكا ينتمي الى هذا، اضافه للهيباتيتس سي فيروس. طبعا هنا العائله الاخرى اللي هو هي انفلوب ايكوزو هيدرال هيليكال شكلها، لكن تكون سنجل نيجاتيف سترانت، مو بس سنجل سترانت وانما سيجمنتد، اذا شكلها هذا التناسل ايكوزو هيدرال هيليكال، لكن فرق هاي العائله عن هاي العائله، هنا سيجمنتد هاي نون سيجمنتد، سنجل بوزيتيف سترانت هاي سنجل نيجاتيف سترانت، هي عائله الارينا فيروس اللي هو طبعا هاي الافراد هاي العائله الفيروسات تنتمي الى هاي العائلة. طبعا هنا نسينا نذكر انه هاي العائلة اللي هو الفيلو فاليدي، الفيروسات تنتمي الى هاي العائلة، تنتقل ترانسميت ثرو ارثروبود، يعني تنتقل عن طريق التكس اللي هو عن طريق التكس اللي هو القراد، او عن طريق الموسكيتو، مثال على ذلك اللي هو اليلو فيفر فيروس والدينجو هيموراجيك فيفر، أو الهيموراجيك فيفر تنتقل عن طريق الموسكيتو أجبتيديس، أو عن طريق قسم منها تنتقل عن طريق التكس. نضرب أمثلة بعدين عليه من نشرح كل نوع من العوائل الفيروسية. بينما هذه العائلة اللي هو الأرينا سنجل نيجاتيف ترانس سيجمنتيد، أفراد هاي العائلة رود ترانسميتد ديزيز فيروس، يعني تنتقل عن طريق القوارض، تنتقل عن طريق القوارض. طبعا هنا هذه الفيروسات في الأرينا، هناك مجموعة كبيرة من الفيروسات خلينا نشرح لكم إياها تنتقل عن طريق الأرينا فيروس، مثال على ذلك إنه هو لينفوسيتك يسموه كوليومنينجيتس فيروس، وكذلك الأرجنتينا هيموراجيك فيفر، البوليفيا يعني هيموراجيك فيفر، لاسا فيفر، فنزويليان هيموراجيك فيفر، برازيليان هيموراجيك فيفر، كلها أفراد هاي العائلة ينتمون إلى عائلة الأرينا فيروس، مثل ما ذكرنا انه تنتقل افراد هذه العائله عن طريق الرودنت، تنتقل عن طريق الرودنت. هنا بالنسبه لهذه العائله نبقى بالصفحه الجايه نشرح الفيروسات اللي تنتمي اللي تكون هيليكال ايكوزوم، اللي يكون شكلها تناسق هيليكال بشكل عام. هذه الفيروسات هي انفلوب ما كونكت فيروسز، يا اما تكون سنجل بوزيتيف سترانت ار ان اي، او النوع الاخر ايضا سنجل بوزيتيف ديبلويد، سنجل بوزيتيف سترانت ار ان اي هابلويد، او هنا سنجل بوزيتيف سترانت ديبلويد. مثال على ذلك الكورونا فيروس، الكورونا فيروس اللي هو ينتمي لها مجموعه كبيره من الفيروسات، هاي الفيروسات قسم منها تصيب الحيوانات، تسبب التهابات بالابر اند لور سباتريك انفكشن، اضافه الى انه تصيب اضافه للحيوانات هي تصيب البشر مثل تسوي كومن كولد، وكذلك هناك اوبئه انتشرت ب 2002 وباء انتشر في الصين يسمى بالسارس اللي هو سيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم، والمرض اللي انتشر بالمملكه العربيه السعوديه 1912 اللي هو الميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم، حاليا موجود الكوفيد اللي هو الكورونا فيروس انتراكتيف ديزيز اللي سبب السارس 2 اللي هو سيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم فيروس كورونا فيروس تايب 2. طبعا سنجل سترون ديبلويد، يعني شنو ديبلويد؟ يعني سنجل سترون ديبلويد ار ان اي هو فيروس ريتروفيريدي. شنو ديبلويد؟ يعني ماده وراثيه اثنيناتهم، مو واحد ار ان اي واحد دي ان اي، وانما اثنين خيطين مكون من خيطين، اثنيناتهم عباره عن ار ان اي، بعكس الفيروسات الاخرى اذا دبل سترون واحد بوزيتيف واحد نقول لا دول اثنيناتهم بالريتروفيريدي، اثنيناتهم سنجل سترون سنجل بوزيتيف سترانت دي ان اي ديبلويد. مثال على فيروس الريتروفيريدي سميت بهذا الاسم لانه تمتلك انزيم الريفرس ترانسكريبتيز واللي يحول الار ان اي الى الدي ان اي وبعدين انتجريتد بالهوست سيل دي ان اي.
مثال على ذلك فيروس الـ HIV المسبب لمرض الهيز الـ Human Immunodeficiency المسبب للأكوار Immunodeficiency سيرو مرض الهيز والـ HTLV-1 والـ HTLV-2 اللي يسببون مرض اللي يسببون مرض الهيرسل أو TCL Leukemia Virus 1. طبعاً مثال على الهيليكال اللي هو فيروسات RNA هيليكال هو فيروس أمثلة أخرى هي سنجل نيجاتيف ستراند ار ان اي عائلة البنية الوريدي اللي تسبب الافراد هذه العائلة فيروسات كثيرة تنتمي الى هاي العائلة هي البنية الوريدي من ضمنها الفيروس يسمى بالكاليفورنيا انسيفيلايتس فيروس وفيروس يسمى بالكريميان كونغو فيفر فيروس. طبعا هذا الفيروس اللي هو انتشر في محافظات الجنوب اللي هو الحمى النزفية اللي إذا سمحتوا بها اللي هو انتشر في المحافظات الجنوبية وهذه الفيروسات أصلها هي تصير بالأبقار لكن عن طريق نوع معين من القراد تنتقل إلى البشر وصارت إصابات بشرية في مناطق جنوب العراق تسمى بالكريميان كونغو هيموراجيك فيفر. إضافة فيروسات أخرى تنتمي إلى هاي العائلة طبعا ريفت فالي فيفر والهيموراجيك فيفر. طبعا هنا العائله الاخرى هو الاورثومكسو اللي هو انفلونزا تايب 1 2 انفلونزا تايب 1 بي سي. طبعا بشكل عام الاي تصيب البشر والحيوانات والبي طبعا تصيب البشر فقط والسي تصيب البشر عند سواين يعني الخنازير لكنها تكون ديسباثوجيني لذلك اخطرها هو انفلونزا تايب اي. طبعا هنا العائله الاخرى هاي سنجل نيجاتيف ستراند ار ان اي وتكون سيجمنتد 8 سيجمنت بالنسبه للاورثومكسو فاليدي اللي هو فلانسا اي بي وسي سنجل نيجاتيف ستراند نان سيجمنتد طبعا اللي هو البارامكسو فاليدي تكون بهذا الوصف هي اذا هو هيليكال شكلها سنجل نيجاتيف ستراند نان سيجمنتد بتكون من 6 بروتينات تقريبا مام ميزر وبلا يعني فيروس المام اللي هو فيروس النكافه فيروس الميزر اللي هو الحصبه والروبلا والبرا انفلونزا تايب 1 2 3 4 كذلك سنجل نيجاتيف ستراند ار ان اي الرابدو فريد العائله الاخرى من ضمنها فيروس الريبيز من ضمنها فيروس الريبيز فيروس الفيروس المسبب لداء الكلب وهو زوماتوبيزيس. ارجو ان تكون هذه المحاضره استمتعت بها وهذه هي بدايه لمحاضرات اخرى قادمه كل فاهم اللي يشرح الحدث شنو هي الديزيز اللي سببها. شكرا لحضراتكم الاستاذ مساعد الدكتور مثنى علي خليل كليه طب الانظار. شكرا جزيلا.